أصدقائي، تحياتي لإلكن اليوم بفقرة كونكت بس دقيقتين. رسالتنا الأولى اليوم هي من أكرم من سوريا. أكرم بيحب قناة سات سفن أكاديمي وبيحضرها هو وعائلته كلها، وحريص أنه يكون عم بيحضر كل البرامج اللي عم بتقدمها. وأكتر فقرة بيحبها هي فقرة اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية كمان. أما الرسالة الثانية لليوم هي من حازم من العراق، رسالة مثيرة جدا للاهتمام، عم بخبرنا أنه هو مهتم باللغة الإنجليزية لأنه نحن محترفين جدا وممتعين، والأحلى من هيك عم بخبرنا أنه هو كان مدرس للغة الإنجليزية في المدرسة الثانوية لأنه اشتغل بمنظمة غير حكومية لوقت طويل جدا. رسالتنا الأخيرة لليوم هي من هند. هند بتتبعنا من مصر وبتحب البرامج التعليمية اللي منقدمها، وكانت تخاف أنه تخلي ولادها يحضروا قناة سات سفن أكاديمي لأنه هن من خلفية أخرى، بس لما اكتشفت أنه نحن منقدم برامج تربوية وتعليمية فقط كانت حريصة أنها تحضرها وتخلي عائلتها كلها تحضرها وتستفيد منها كمان. ترقبوني بفقرة جديدة، فقرة كونكت بس دقيقتين قريبا جدا، حتى لنكون عم نقرأ كل الرسائل والتعليقات اللي انتو رح تبعتولي اياها. إلى اللقاء.